السلام عليكم. اليوم عندنا معلومات عن عصارة اليكا كريم او كريم موميتازون. استخدامات العصارة، اول شيء استخدامات العصارة: الحكة، الحساسية، الالتهابات الجلدية، الاكزيما، ايضا تستخدم في علاج الصدفية. طبعا ايضا تستخدم في علاج التحسس من المنظفات، اذا مثل التايت او القاصر، اذا صار عندك حكة او تحسس تقدر تستخدم هاي العصارة، او تحسس او حكة في فروة الرأس، ايضا ممتازة هاي العصارة، تستخدم مرتين باليوم. بالنسبة للشغلات الخفيفة يعني ما يفضل ما تستمر عليها أكثر من 5 أيام. الصدفية والإكزيما يعني الله يعينهم، يعني لازم يستمرون يعني فترة هواي. بالنسبة للوجه أيضا يتجنب استخدامه مع الحفاضات، حب الشباب، احمرار الوجه، إذا مثلا عندك وجهك شوية حساس كلش يعني ما يصير تستخدمها، لأن هي تسوي ترقق بالوجه، وأيضا من آثارها الجانبية تسوي حبش بالوجه، وأيضا من آثارها الجانبية تسوي شعر بالوجه. بالنسبة للحامل من المرضى إلا باستشارة الطبيب يعني يفضل ما تستخدمها. فيا شباب يعني نصيحة اللي عنده استخدامه هاي العصارة على وجهه، يفضل تركها 5 أيام وتركها، لأن يعني تسوي شعر بالوجه وتسوي ترقق بالجلد وتخرب الوجه. فإذا استفدت وخلينا لايك واشتركوا بالصفحة في معنا.